في السعودية تطلق الهيئة العامة للترفيه وضمن مواسم السعودية تطلق مطلع الشهر المقبل فعاليات موسم الطائف الترفيهي لهذا العام تحت شعار غير جو تتضمن اجندة موسم الطائف لهذا العام فعاليات متنوعة موزعة بين منطقتي الهدى والشفا الجبليتين ومنطقة سوق عكاظ ومنطقة المطار وميدان الهجن ومنتزه الملك فيصل، كما ضمت ايضا كل من المتحف التاريخي وجامعة الطائف ومنتزهي سيسد والردف. ويذكر ان الطائف تتميز باعتدال اجوائها في هذا الوقت من العام حيث تتراوح درجات الحرارة فيها ما بين الثلاث والعشرين الى الثلاثين درجة مئوية ما يجعل وجهه سياحيه مميزه لزوار الداخل والخارج. من الرياض ينضم الينا محمد الحميضي المتحدث الرسمي لموسم الطائف، سيد محمد مرحبا بك معي، اين وصلتم في الاستعدادات لانطلاقه موسم الطائف غير جو. مرحبا اخوي خالد وبدايه بسم الله الرحمن الرحيم و... مساء الخير عليك والأخوات المشاهدين جميعاً فيما يخص موسم الطائف طبعاً موسم الطائف هو أحد مواسم السعودية اللي تهدف المملكة العربية السعودية من خلاله إلى خلق تنوع أو من خلال مواسم السعودية مجتمعة إلى خلق تنوع اقتصادي من خلال ما يدعم أو من خلال دعم الترفيه والقطاع السياحي فيها. طبعا بما يتوافق مع رؤية المملكة عشرين ثلاثين لإبراز انفتاح أيضا المملكة على العالم بهويتها وثقافتها ومواردها المختلفة م. جاهزين لهالموسم لانطلاقته أه طبعا احنا كلمه جاهزين باذن الله هذه تعديناها بمراحل هالموسم باذن الله راح يكون موسم مختلف في, في الطايف وما ما تحمل او ما تتضمن هذه المنطقه من آه مواقع جذب ويعني آه تكلمنا في ما يخص الاستعداد للفعاليات اللي راح تكون موجودة أو المواقع اللي راح تكون موجودة في الطائف آه ممكن أتكلم معك عن سوق عكاظ على رأسها آه راح يكون بإذن الله سوق عكاظ هذه السنة آه آه مختلف عن السنوات آه الماضية سوق عكاظ آه بحجم آه مضاعف عن ما كان فيه في السابق راح يشارك فيه بإذن الله أكثر من عشر دول عربية بثقافاتها وما تحتمله هذه الدول سوق عكاظ راح يكون فيه تظاهرة ثقافية نقدر نقول بمختلف أنواع الثقافات في هذه الدول اللي راح تكون ضيف في هذا السوق بإذن الله راح يتضمن ايضا سوق عكاظ اللي هو آآ آآ ساحات مختلفه لمختلف الشرائح ومختلف الـ الـ الاعمار راح يكون فيه آآ مواقع آآ تختص بالاطفال وتعليمهم الثقافه العربيه الاصيله وفنون الادب والشعر والالقاء راح يكون هنالك ساحه الفرسان المعروفة في سوق عكاظ راح يكون هنالك مجموعه من الحفلات والامسيات الشعريه نعم جيد فعاليات مختلفة سيتضمنها هذا الموسم أنا أريد أسألك في ختام هذا في سوق عكاب تحديدا غيره أيضا في فعاليات يمكن نفرد نعم. لها مساحات لكن متى يمكن أن تقولوا أنه موسم الطائف نجح يعني ما هي معايير النجاح بالنسبة لكم أه طبعا موسم الطائف يأتي وهو يحمل في جعبته العديد من الأهداف اللي نعمل من خلاله على تحقيقها لنقول انه موسم الطائف نجح. بدايه وعلى راس هذه الاهداف اللي هو اعاده الطائف الى موقعها الطبيعي او مكانها الطبيعي على خارطه المصائف العربيه مثل ما نعرف او مثل ما نسميها الطائف هي عروس المصائف. من خلال طبعا إبراز ما تحمله من طبيعة وأجواء مختلفة في المنطقة في هذا التوقيت بالذات اللي هو من توقيت بداية الموسم اللي هو من 1 أوغست إلى 31 أوغست المقبل بإذن الله منطقة الطائف تحمل أجواء قد تكون مختلفة عن ما يكون في المناطق حولها تتدنى درجات الحرارة فيها احنا في فصل الصيف إلى قرابة العشرين مئوية تتضمن هذه المنطقة العديد من اللي هي المقومات السياحية المختلفة من أجواء من طبيعة من مناطق سيستمتع فيها جميع زوارها بإذن الله في أيضا من معايير النجاح عندنا أنه يخلق هذا الموسم العديد من فرص الوظيفية والعديد من الفرص الاستثمارية أيضا راح يكون داعم لزيادة الانفاق إنفاق الأسر الداخلي داخل المملكة على الترفيه والعديد من معايير أو الأهداف اللي من خلال تحقيقها راح نقول أنه أو نستطيع أن نقول أنه موسم الطائف حقق الهدف من بإذن الله أشكرك شكر جزيلا سنتابع معك كل هذه التفاصيل والفعاليات أيضا لهذا الموسم من الرياض محمد الحميضي المتحدث الرسمي لموسم الطائف غير جو